السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكون الناس اكسايتد بالجزء اللي بنتكلم فيه دهوت، وان الناس تكون شايفه او بتحاول تستوعب معانا اللايرز اللي بنبنيها للداتا وير هاوس. احنا في الاخر ماشيين في طريق بنحاول نبني نوليدج في بعض الكيسز لكل لاير لوحدها، في الاخر يبقى عندك صوره كامله ان شاء الله على الداتا وير هاوس. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم على الاكستراكشن لاير. المره اللي فاتت شرحنا السورس سيستم انتجريشن لاير، والسورس سيستم انتجريشن لاير دي بنعمل فيها ايه. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الاكستراكشن لاير. طيب ايه هي الاكستراكشن لاير؟ ابدا قبل ما نبدا نشوف البرزنتيشن فيها ايه. اللاير دي هي الانيشال لاير اللي بتاخد الداتا دي تحطها في الستيجنج لاير. في بعض الشركات بنيجي كده على البرزنتيشن بتاعتنا عندهم تيم خاص بالاكستراكشن او الانجستشن تيم. يعني معظم الشركات اللي اشتغلت فيها، معظمهم بس انا شركه واحده مثلا، كان عندنا لا تيم متخصص في الاكستراكشن، وظيفته بيكستراكت الداتا دي، سواء بقى الاكستراكشن ده شكله عامل ازاي، السورس عامل ازاي، باتش ستريم، كل الكلام ده في تيم ديديكيتد بالكلام ده. في بعض الشركات اشتغلت فيها لا، انا كنت اعمل كل حاجه اند تو اند، فانت المفروض بتبقى عارف الكلام ده هوت. بس في الاخر هو بارت من الداتا انجينيرنج تاسكس انت بتشتغل فيها، وممكن في يوم من الايام تتعرض لها. يعني برضه خلينا نقول معلومه، في بعض اصدقاء من الشباب اللي شغالين في، على سبيل المثال، مثلا في شركات كبيره، بس من اسامي الشركات يعني، بس كانوا بيقولوا لي ان في الشركات الكبيره حتى الانجينير بيعمل معظم التاسكس كلها، تاسك اللي هي انتو انت هو بيعملها. فموضوع ديبند على الشركه يعني. طيب الليك دي وظيفتها ايه؟ ليك دي بتاخد الديتيلز، بتاخد الدوكمنت اللي كنا عليه الاوتبوت، السورس سيستم دوكمنت او الانترفيس دوكمنت من الفيديو اللي قبل، سوري، من اللي هي الفيديو شرحناه قبل كده، اللي هو من التيم اللي قبل كده اللي هو سورس سيستم تيم، وبتبدا تمبلمنت بيزد على الكلام ده. وانا هنا حاطط معلومه بنقول ايه، او يعني نوت كده، ان الكواليتي بتاعت التيم اللي قبله هي هتحدد اللي بتأفكت التيم ده. التيم اللي قبله ده مطلع كواليتي كويسه، الراجل ده هيبقى مستريح، شايف الاكسس، هياخد اكسس او ايا كان المسؤول عن ياخد الاكسس، هيبدا يجيب الداتا دي، الاكسبكتد كولوم، اكسبكتد، كل الكلام ده بيبقى سهل جدا لو الدوكيومنتيشن مكتوبه كويس. طب مش كويس، الراجل ده هيبدا يخش في الحيط، كل شويه تحصل مشكله يرجع للتيم اللي قبله كوميونيكيت مع السورس سيستم. فانت عشان تمشي بشكل سلس، انفست تايم زي ما قلنا في السورس سيستم انتجريشن دي، لو طلعت كويس اللي بعده كله يطلع كويس. طيب طيب ايه الكونسيدريشن اللي بناخدها في الاكستراكشن هنا؟ اول حاجه الداتا ليتنسي. انا دلوقتي في الجزء اللي قبل كده الراجل قال لك ان الداتا دي ستريم، يعني احنا بناخد مبنيين الداتا دي ستريم. طيب نوع الستريم ده قد ايه؟ هل هو ستريم اللي هو ريال تايم او اللي هو نير ريال تايم، ولا ستريم اللي هو كل 10 دقائق، كل ربع ساعه، ولا ستريم اللي هو يعني مايكرو باتشز، ايا كان هو شكله عامل ازاي؟ طيب ولا باتش يعني ديلي، انا باكستراكت دي كل دي كل يوم او كل يومين. يعني المعلومه دي محتاج انت بتبني عليها اصلا. خدوا بالكم احنا ما بنشرحش، انا المفروض ان قلنا الكورس ده مش نظري بس، في امبلمنتيشن. طب انت هنا بشرح لكم الكلام ده. طب هل لو بقى باتش او ستريم هنعمل امبلمنتيشن ازاي؟ قلنا في اخر الكورس ده، او اخر، سوري، اخر الشابتر ده هيبقى عندنا ديمو، هنشرح، هنعمل ديمو للباتش وديمو للستريم، كل ديمو لوحده، وهنشرح ازاي، هنقعد نفكر سوا لو استخدمت التول دي، وهناخد غالبا اكزامبل لتو تولز في كل حاجه. طيب الاكستراكشن ميثود هي بوش ولا بول؟ فطب انت بتفكر، انت راجل قال لك لا ده انت اللي هتبوش، انت هتبول الداتا، لا ده هم اللي هيبوش الداتا. طب لو حصل لتنسي هعمل ايه؟ طب همانج اللي لو حصل ديلي للداتا، فانت بتاخد كل دي كونسيدريشن معاك. طب الداتا سايز والفورمات، انا دلوقتي عندي، نفترض ان انا عندي تول، التول دي بتبقى كويسه جدا مع فورمات معين. انا مش حاضر دماغي دلوقتي اكزام، بس خلينا نفترض مثلا ان في سبارك مثلا، خلينا ناخد مثال سبارك بيشتغل مع باركي بشكل كويس، في مميزات للانكودينج وفي اوبتمايزيشن. طيب انت دلوقتي لو الداتا دي هتشتغل من سبارك، فانت مثلا هل الداتا دي معموله انكودينج او معموله فورمات باستخدام مثلا باركي مثلا مع سنابي ولا لا؟ يعني لو باركي وسنابي وكان هنشرح ليه بعدين، ما اجيش على سبارك بس بدي اكزامبل يعني. ممكن اكزامبل مش واضح، فبس خلينا تعال نبسط اكزامبل. دلوقتي انا عندي تول، التول دي شغاله مع فايل تكست، فايل ده كوما سيبريتد. فنفترض ان في تول، انا بوضح بس اكزامبل عشان لو في حد مش فاهم ايه هو باركي او سنابي، فخلينا ما نشرح بباركي ما نشرح بسنابي، خلينا نتكلم دلوقتي على فايل تكست عادي في كولومز، كولوم دي سيبريتد باي كوما. فنفترض ان في تول،
تول دي اكس، تول دي بتقرا الكوما سيبريتد كويس. طيب في تول تانية لا ما تقراش الكوما سيبريتد كويس، هي عايزه فورمات تاني، اكسل شيت مثلا، هي مش عايزه اصلا كوما سيبريتد فايل، او عايزه اكس ام ال، او عايزه جيسون. فاختياري للتول المتاحه واختياري بيزد على الفايل سيستم، وهل الداتا دي اصلا هي انكودد بالشكل الصح ولا هل هي مضغوطه ولا بتوصل لي ازرار، يعني كل الحيثيات دي بتبدا تشتغل. حجم الفايل نفسه، في بعض التولز مثلا ما بتشتغلش مع السمول فايلز، في بعض التولز مع سمول فايلز، فاحنا لازم نكون عارفين الكلام ده والكباستي بتاع البروجكت بستخدمه. طيب اللاير دي ما بتنضفش الداتا يعني مثلا اللاير دي ما بتنضفش الداتا كلها، اللاير دي بتعمل بيسموها المينيمال داتا كلينزنج مش ترانسفورميشن. يعني مثلا تعال نفترض انا عندي، انا اكسبكتد 10 كولومز از بير ريسورس سيستم انتجريشن او انترفيس، وجالي 4 كولوم، يعني جالي رو في 4 كولوم، ده كده خلاص ده يوزلس او ملوش لازمه. فبالتالي بيحصل ايه؟ بياخد الداتا دي بيحطها في حاجه اسمها ريجكشن، بيبقى عندي ريجكشن لكل يوم مثلا، وانا في الاخر بيحصل حاجه ليتر اون كواليتي تيم بيعمل زي بروسيس، البروسيس دي وظيفتها ان هي بتانلايز الريجكشن دي، واحيانا ما الريجكشن دي بتزيد التيم ده بيمبلمنت اليرتس ان هي تبعت للسول سيستم تقول له خد بالك انا النهارده بدل مثلا اكسبكت يجي لي 2 مليون ريكورد، مش بليون، 2 مليون ريكورد مثلا، وصل لي مليون وفي مليون ريكورد كلهم جايين غلط. لا بيحصل اليرتس، والكلام ده بيحصل حاجه اسمها الكواليتي جيتس. الجيتس دي يعني ايه؟ يعني عندي في كواليتي جيت ان السول سيستم ده بعت 2 مليون، بس اللي راح للداتا وير هاوس مليون، ده معنى في مليون ريكورد ضاعوا، مش ضاعوا يعني بايظين. ببدا ابص على الريجكشن، الريجكشن دي لو فيها مليون ده رقم كبير، بيبقى في اصلا حاجه اسمها في الكواليتي جيت دي بيبقى اوتوميشن، بيبقى في اوتوميتد سكريبت كده بيديفاين لكل سورس سيستم انا اكسبكتد قد ايه ريجكشن في اليوم، واكتر من ريجكشن دي السكريبت ده بيفاير، بيبعت ايميل اليرتس للسبورت تيم وبيبعت للسورس سيستم تيم عشان ده يكون اوتوميتد. زي ما قلنا احنا كل حاجاتنا في الكورس ده اوتوميتد، فعشان كده بنهندل حتى ريجكشن بالاسلوب ده. طيب في سؤال كمان مهم جدا في الحته دي، الدوكيومنتيشن اللي اخدناها من التيم اللي قبله هل هي بتفضل زي ما هي؟ لا، هي بيحصل لها في الميتا داتا بتاعت السورس سيستم ريجستريشن. يعني ايه؟ يعني انا مثلا وصل لي من التيم اللي قبله ان السورس سيستم ده بيبقى فيه 10 كولومز، فانا عندي في جيسون فايل مثلا قلت له ايه هم ال 10 كولومز دول والنمبر اوف كولومز والباس اللي برمي فيه الداتا المظبوطه والداتا ريجكتد، فكل حاجه تبقى محطوط لها دايركتوري. فبالتالي لو حصل الفايل ده مظبوط هيترمي في البروسيس، مش مظبوط هيترمي في ريجكشن، نمبر اوف كولومز، تايب اوف كولومز. طب لو في كولوم، سؤال تاني، لو في كولوم حصل سوري في ريكورد حصل له ريجكشن، لازم بيحصل ان انا احط الريزم بتاع الريجكشن عشان لما يبقى عندي كواليتي تيم يبدا يبص ليه مثلا حصل لي نمبر اوف كولومز مختلف، ليه حصل نمبر اوف كولومز مختلف، هل في ديليمتر غلط، هل في حاجه غلط في الداتا. فكل الكلام ده بيبقى دوكيومنتد في اللي قلناه في الاركتكشر اللي هي الميتا داتا، اللي هو ريبوزيتوري ميتا داتا مانجمنت، ان يبقى في دايما ميتا داتا بتاعت كل سورس دوكيومنتد واضحه ومحطوط لها، محطوطه عندي وابدا اشوف بيها او بامبلمنت بيزد عليها شويه كواليتي جيتس وشويه ترانسفورميشن. احنا كده خلصنا الاكستراكشن لاير، والفيديو اللي بعده هنشرح ايه الستيجنج لاير، اللي هي اللاير اللي بعد عملنا اكستراكشن هتحط فيها الداتا. اشوفكم بخير، السلام عليكم.